عندي ساجدة دازة بصمة صوت اتصال، ساجدة من بغداد من الكاظمية. هما مطيني البصمة الصوت. الله يساعدك يمه حبيب قلبه وليدي، أنا أمك يمه، سايمة عليك بجاء هذا الشهر العظيم شهر شعبان يا يمه، أنا أم ترى يا يمه وما عندي أحد يمه، وريدك أنت وليدي، وريدك توقف لي، ابني مظلوم، ابني ما عنده أحد، لا أحد ولا محمود ولا أبوه، سبع جلطات العشرين جوا وأنا صقت بالعرب أنا يمه، وريدك توقف لي وما تعوفني، سامع عليك هذا الشهر العظيم وشهر رمضان اللي حيجيك الكريم، ابجا عزته وجلاله نصرك يا يمه ويخليك على الخير يا يمه، ابني مظلوم وابني في السجن وتجربك انا لا دواي طفله لا كل شيء، وانا امه ما شايفه ابني، وهذا ابني الكبير وهو مريض في تسقط في الدماغ، وعندي غيره وحتى اشوفه ما اقدر اشوفه لان المسافه مال السجن وانت تعرض ظلم السجن. ولا حباية الطفلة ولا دواء ولا كل شيء، وجربه كان ابني وابني مظلوم وابني حكمه بالاعدام وهو ظلم، وعلى الله عليك يمه توقف لي وما تعوفني وليدي يمه، اعتبرني امك اعتبرني 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 اروح بدول تراب رجلك يمه، الخاطر شيبة الرسول يا يمه وقف لي ولا تعوفني واني ام، واني صايمة واندعي لك يا يمه بجاه هذا الشهر العظيم شهر شعبان الكريم، يا يمه وقف لي يا وليدي، واريد اقابلك واريد اشوفك حالي، واطلع كشف علي وعلى ابوه وشوف العالة، وابني مريض وكل شيء معكم يوصل له لا دواء من الجرف، وانا حايرة واني شوف ما شايفة ابني لان ما اقدر امشي، هاني ماكو احد يدفعني بالعرب انا واشوف ابني، وانت ابني اريدك تصير توقفني وما تعوفني يمه، الخاطر اطفالك الخاطر انا عندك ام الخاطر الخاطر شيبة الرسول لا تعوفني، واسمع عن مناشة دماتي ولا تعوفني يا لا ترجع ما حد يوقفني، اريدك انت توقفني ما عندي غير الله، وانت بعد رب العالمين هو الاكرم الاكرمين وهو ناصر الناصرين يا يمه، اوقف لي يا يمه بجاهزتك وجلالك ربي يدي علي يا الله يا الله، واريدك تحل مشكلتي يا يمه وليدي وليدي لا تعوفني، وليدي وليدي لا تعوفني لامه العاف وانا انذليت يا يمه. لك يا يمه لا تعوفني، انا طلب رجاء منك بجاء هذا شهر شعبان يمه، اوقف لي وليدي اروح بدون تراب رجلك. حجي الله يساعدك. بعد الوفاه يا يمه. يمه ابنك محكوم بالاعدام، شنو تهمته؟ بوعيني قبل 17 سنه، قبل 17 سنه، هاي الشغله مو جديده. وابني كان ماخذي الامريكان ومحبوس من الكتل من الدنيا، جايبين قاعد ياخذ يجي بصم بصم بصم، جاي الضابط هم الضابط استشهد مات، قال له هاي الدعوه ما عليها حد، بصم عليها وانت طلع اسماء من كيفك، يقول جوي اسمين على بالي يمه، قلت هذول انا شفت ضربوه ضربوه واني واقف، اي ضربه واني واقف اثنين اسماء، هاي تهمته، لا هو القاتل ولا هو المشترك ولا عبد، تاريخها قبل 4 سنين القاضي طلع بعد طلع بريء لين دز الاخبار ودز هاي كل شيء ماكو ماكو شهادة اصلا نهائيا، القاضي طلعه من طلع القاضي قبل ما يعرف يوم الطلع القاضي من طلعه طلع براءة يا سنة يمه، براءة 4 سنين صار 4 سنين يا سنة يا سنة طلع براءة 4 سنين قبل 4 سنين أنا في كربلاء مال الزيارة مال الحسين مال العشرة اتطوق بيتنا بيت بتي أنا يم بيت بتي قاعدة اتطوق، قالوا المولدة مالتها طفت الجوزة طلعت صحوا لها ابنكم يسويها، هو طلع كلبك واخذه، بقيت أنا أدور عليه في كربلاء ما خليت، مثل وجهك الطيب عميد هناك قال خلص بيج، قلت له شوش السالفة، قال خلطيني رقمك ورجع البيت كان أخابرك، رجعت خابرني الولد قال لي تعال خاله باب بغداد محبوس ابنك، رحت الباب بغداد خلوني اشوفه، يعني ماكو ما يقدر يوقف على رجله من الكتل ناهي نهي،
ناهي يقول لهم والله مو اني والله اسمعي شخصيته والله شيء ماكو يعني ناهي منتهي. وين ماخذي الامن العامه، انا ما ادري الامن العامه يابا وين اروح؟ قال روح لبغداد احنا راح نسافر وبغداد روحي يابا وين بغداد؟ قال ما ندري ما طوني نجدة. رحت انا لبغداد بقيت ادور 4 أشهر ما ادري 5 ما خليت لا البيت ولا نهار. تالي وين لقيته؟ بامن العامه. ابن العامه لقيته، بقيت له في السنين بامن العامه. ما قضيم ضيم انت بعد ما اريد ان اشرح لك كل شيء، ما اريد اشرح، انت تعرفون السجن وتعرفون. او يقول لهم مواني ويصيح مواني، لو هو كان بقى على نفس اعترافاته كان قال لهم مواني. وين حولوه؟ حولوه للمدينه للمركز مال الحريه مال المدينه برا 3 سنين هيجي. اكو هذا ضابط اكرم وخال جوا ايده سنان وجوا ايده هذا مراسل ماله. كل ما جاء علي خال عيني اريد احيل لجنه طبيه يبغى عن التعذيب مالته حتى بشيء شيء. يقول لي خاله ما يخالف جيب 300 خاله دين مال الكراوي مالك. انا منك ومن غيرك ترى انا حالتي فقيره خاله ما عندي امكانيه يعني. العالم ترحمني يشي اشيل انطي جيب 150 حتى بالسجن يطبع على ابني يقول له امك ما تدفع الضابط فلوس. ياخذ منك من الضابط ياخذ منك 150 حتى تشوفين ابنك كانت 300 وناطي. قال له بس سوي له تشارل هذا خطيه مظلوم هذا. المهم ما طولها عليكم وش مسوين؟ مسوين مال المحكمه مو مال لجنه طبيه كذب. مودي للمحكمة رجال من هناك مخابرني خابرني قال خاله ابنك يا لجنة طبية ابنك ودوه للمحكمة روح لحقيه الحي العدل. ما عندي انا حد، انا وابنه صغير رحنا الحي العدل ما يخلونا طبعا لا عندي محامي الله المحامي امه من الدولة محامي. طلع قلت له يمه قال يمه حكموني اعدام. قلت له شو تقول؟ قال والله اركض ورا ما اقدر انا رجليه ما اقدر ترى انا من ورا ابني تقربت وقعت. أنا كنت جيت من المركز شفت تقول لي وين الرحمة مالتك؟ تقول لي ودي لجنة طبية تسويني مع المحكمة ليش؟ تقول لي الله يقول لهم طلعوها لا تخلوها تمشي وتعيط طلعوها. هذا من هذا؟ من هذا يقول طلعوها؟ ما بقوا يومين ودوا بالتسفيرات حسين ملعب الشعب على الثانية. ذاك اليوم نسيت بس ابننا واجد كانت اخت مرضت. شفتي يما غيرت ابوك كبير شفتي انت شفتي بالسجن انا طبي واجه انا ما اقدر المسافه كلها عكر وكلها ما حد يعدي يدفعني. اقعد لين الشرطه بالباب ويطبي شعي واجه يقول لي بكل ابويا جراب وبس مرض وما عنده وما عنده ابويا فراش ما عنده. ماشي انا حبعت هذا الفيديو للسيد وزير العدل حجيه طلبه منكم الخاطر رب العالمين حجيه. انا راح ابعث هذا الفيديو حجيه بس اسمعيني حجيه الله يستر عليك اجيب لنا القاتل حجيه اجيب القاتل منين اجيب لا اسمع الان اذا تسمعني حجيه تسمعيني لو لا همام قبل نجقت يقول لي 7 بس خديه اسمعيني انا هذا الفيديو راح اوديه السيد وزير العدل يامن لك لقاء وياه وتوديه له دوا والقضاء الان يسمع بهاي القصص. هاي القصه لا هي الاولى ولا هي القصه الاخيره. احنا مرينا بظروف بمراحل. المراه الان تقول لك الضابط مدري الشرطه ماخذ مني 150 حتى اقدر اشوفه. كيف يؤتمن على التحقيق هذا الشخص؟ ترى هاي القصص يراد 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 اعاده نظر بها. الله يستر عليكم. هسه مذنب يطب مرض المذنب عليه أدلة حقيقية. لا والله الله لا يرحمه يرحم لقاتل. لكن عندما يعني ما أعرف أنا هاي القصة لازم يصير أكو وعي أكو تكاتف بقصص السجن والاعترافات وأخذ الاعترافات بالقوة.